قصة الجارين. اشترى رجل حكيم منزلاً جميلاً ببستان ضخم، لكن كان هناك رجل حسود في منزل قديم بجانبه، وكان يحاول باستمرار أن يؤذي جاره الجديد في المنزل الجميل، فكان يلقي القمامة تحت بابه ويؤذيه بشتى الطرق. وفي أحد الأيام الجميلة استيقظ الرجل الحكيم وهو في مزاج جيد، ودخل الشرفة ليلاحظ دلو قمامة ألقي هناك. أخذ الرجل دلو القمامة ونظف شرفته، ومن ثم حمل الدلو وذهب ليقرع باب جاره الحسود. سمع الجار الحسود قرعاً على بابه، ورأى من النافذة جاره يحمل دلو القمامة، ففكر في بهجة وقال في نفسه: لن أعترف له أن هذا الدلو لي، وسأشتمه بحجة أنه أحضر لي دلو قمامة. وبالفعل فتح الباب مستعداً للشجار مع جاره الحكيم، وعندما نظر إليه رفع الجار الحكيم دلواً من التفاح الطازج وقدمه هدية له قائلاً: من عنده فضل من شيء شاركه مع الآخرين. عندها خجل الرجل الحسود من نفسه، وخجل من مقولة جاره الحكيم التي تدل على أن إلقاءه القمامة على باب الآخرين تدل على فيضها عنده، وليس من يقدم القمامة كمن يقدم التفاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.